يعطيكم العافية. احنا الحين بالسفر وترانزيت، كنا نتعبث بالنت شوي. طبعا احنا الحين بالمانيا، بس لو تلاحظون النت عندهم شنو؟ واي فاي العادي، مو واي فاي 6. هذه تعتبر نقطة مو شيء، يعني تركيا كانت واي فاي 6، واي فاي 6، وهني عندهم للحين الواي فاي العادي. اهم مشكلة عندهم. زين، هذه وحدة. خل نروح نشوف السرعة عندنا، خلينا من هذا، ممكن يكون جهاز ممكن سريع او شيء. خل نروح حق شو اسمه سبيد تيست، خلينا نشوف كم راح يعطينا سبيد تيست. يعني مو ذاك الزود. طبعا اجهزتهم عادية، احاول اصورها لكم. خلينا نشوف هذا الداونلود، خلينا نشوف الابلود. يعني بعدد المشتركين اللي يعني اللي موجودين واللي شابكين هني، المفروض يكون عندهم النت احسن من كذي، يعني غير اجهزتهم اللي يطورون يكون افضل. يعني ابلود اكثر من داونلود، شفت شلون؟ مع المستخدمين وايد موجودين، يعني وايد اللي قاعد اللي شابكين ويسوون داونلود وقاعد يكون على النت عندهم. المفروض يطورون السرعة، يحطون واي فاي 6. يلا، هذه تجربة على السريع.